بداية مع النشيد الوطني اللبناني. البطريرك الراعي الأب مايك أبو ماضي، حضرة ممثل سيادة اللواء أشرف ريفي، حضرة اللواء شوقي المصري الأستاذ زياد شويري، حضرة العقيد غسان عثمان، حضرة الكولونيل الثاني السيد منير بركات رئيس الحركة اليسارية، حضرة العقيد صعب ممثل مكتب المخابرات والمعلومات، حضرة العقيد أمير محمود ممثل لواء مدير العام لأمن الدولة، السيد منير حمزة، السيد سليم الغفري، السيد أطوان نصر، شاكر أبو عبد الله، رؤساء وأعضاء المجالس البلدية فرنبرخ، حضرة رئيس وأعضاء بلدية الدامور، أعضاء مجلس أمناء الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم الأستاذ هيام أبو عبد الله، السيد زاهر عون، العميد المتقاعد الصديق شامل روكوز، الإعلامية سمر أبو خليل، وحضرة رئيس مجلس أمناء الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم الدكتور حاتم علامة، حضرة رئيس بلدية حارة النعم. لأن رجولتكم لغة تحاكي الزمن، لاذعة كل تشابه، لأن في خطوة شامل ثورة نابضة بالحياة، ولأن صمتكم يقول ولا ينافسه قول، ولأن نظرتكم تؤاخي ورد الصحر وعطر الصمر، ولأن التنافس مع الذات هي صفة الحاتم، ولأن لغتكم ترسم على وجوه الناس أملا وتخرج صرخة من عوائل الشهداء، لأن رقتكم تحاكي رفيف الأشجار، وقوتكم رونقت ساحات النصر، لأن شجاعتكم تنبهث لها الشمس وتمتلك سحراً وحاسة الضوء من جديد، لأن شجاعتكم تمثل بها القمر وأصبحت حواسه في حنايا الخطوة المؤيدة بصحة المبدأ، ولأنكم تحملوننا على الحلم وتحملوننا على الندم، ولأنكم علمتمونا كيف نقرأ الوطن حيث يخيم السكون والسكوت بريشة الفنان برنار رنو، ولأنكم لا تأبهون للعيون الحديدية التي تخفي في أعماقها أصالة الكبار وبراءة الأطفال، لأنكم لا تأبهون للفشل ولا للموت الذي اختال في شوارع وطني حتى تعب من إرادة الحياة، ولأنكم العنوان الذي لا يلتمس ضمائرنا وعنوانا في المضي للخروج من الغيبوبة والاندحار، ولأننا في وطن
تعلمنا ألا نقف عاريا الرأس ولا تلامس أرض الفكرة قداسة الرسالة. تعلمنا أن البحر لن يغلب هدر ثورتكم ولا قساوة الجبل إرادتكم ولا يغلب السهل بعد رؤياكم، ولأن لكم في الشمال بصمة وفي الجنوب وقفة عز، لأنكم سيطرتم في مسيرتكم الثلاثية كيف يكون اتصال الحديد بالحديد والنار بالنار. خرجنا من ليلنا على صياح النهار حيث النور أصفى والمياه أنقى والهواء أرقى، وتعلمنا ألا نمسح جوخا ولا نتملق الموقف السياسي، ونرسم مواقف وطنية مختلفة واضحة صريحة مهذبة ومفاجئة. ولأن ابتسامتكم استدرجتنا على الكلام رغم ما تتضمنه من أعاصير، ولأن جدي قال لي يوما كن رجلا ولا تتكلم إلا في حضرة الرجال وإلا في حضرة المرأة المجتمع. أهلا بكم يا من صنعتم أنفسكم بأنفسكم ولم تخرجوا لا من إرث سياسي ولا من أقطاعي ولا من مالي. أهلا بك العميد شامل روكوز والإعلامية سمر أبو خليل والدكتور حاتم علامة. ليس صدفة وليس بصدفة أن يكون كل متكلم فيهم خرج من تربية وطنية، وليس صدفة أن يكونوا تركوا بصمة في حقل التربية والتعليم والإعلام والجيش. وفي لبنان جميعا اجتمعوا كل في اختصاصه لنكون معا مسيرة إنتاجية واضحة. نبدأ كلامنا مع كلمة رئيس مجلس أمناء الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم الدكتور العصامي حاتم علامة، فليتفضل. عذرا العقيد حسين صعب ممثل مديرية المخابرات. مساء صباحكم جميعا. حضرة العميد شامل روكوز، أستاذة سمر أبو خليل، الأصدقاء، كلكم في القلب. طبيعة الحال الترحيب سيكون دائما مسكونا بالخطر عندما نتناول الأسماء، فكلكم مقامات وأسماء نعتز بوجودها هنا، فأهلا وسهلا. مما لا شك فيه أن صولات وجولات الأستاذ شادي رسمت لوحة لهذا اللقاء، وهي لوحة أيضا متزامنة مع هذا العمل الرائع للعزيز برنار. لذلك يهمني أن أقول في حضرة الحاضرين ولا سيما الطلاب الأعزاء أمل هذا البلد هذا الوطن، أقول هيهات منك أيها الوطن الغالي من هذه التطلعات التي تسكن حاليا أحلام طلابنا، والتي نتوق من خلالها إلى لقاء حميم مع أحد أصحاب التجربة الفذة في لبنان. عندما نقول شامل روكوز تنساب مباشرة في عقول اللبنانيين صورة ذلك المغوار الذي حمل دون خوف ودون وجل صورة لبنان في قلبه وعقله، فاستحق محبة كل لبنان. وعندما نقول الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم فإننا نتحدث عن تجربة تطلعت منذ تأسيسها بحثا عن وميض أمل. فهل يتحقق لشباب لبنان نموذجا يحتذى يتطلعون من خلاله إلى التزام بقيم جديدة
وبمفاهيم جديدة عن هذا الوطن؟ هذا السؤال راودنا باستمرار، وكانت المؤسسة العسكرية قبلت هذا التوجه، فرأينا في هذه المؤسسة، ونحن نعرف وإياكم أننا في سن النشأة أو الشباب كنا نتطلع بحذر وخوف إلى المؤسسة العسكرية، ولكن هذه المؤسسة والمؤسسات الأمنية التي نحييها جميعا تحولت في ذهن اللبنانيين إلى أمل متقد باستمرار من خلال تضحيات نبيلة قدمها المنتسبين والمنضوين تحت لوائها. ومن أهم الخطوات التي ترسخت في تاريخ جامعة MUBS في العام 2011 أنها أنشأت أول مبادرة في لبنان لتكريم شهداء الجيش اللبناني من خلال قاعة شهداء الجيش. باتت القضية بالتالي عصباً تلتزم به الجامعة ونبضاً يحرك وجهتها من حيث الخيارات، الخيار الوطني الذي تتجلى مسؤوليتنا بتنشئة الشباب والصبايا في الجامعة عليه، ونتطلع من خلاله لتقديم صورة واضحة بهية جلية من خلال هؤلاء الأبطال الذين فدوا لبنان بحياتهم وبتضحياتهم. معنا اليوم هذه الرمزية المتمثلة في هذا الحضور المتألق، هذا الحضور المتألق خير ما نقدمه، نحن وإياكم على تواصل شبه يومي. اليوم نتوقف في لحظة إيجابية مهمة لنقول نعم هناك أمل بأن هذا الوطن سيبقى ينبض من خلال التضحيات ومن خلال التطلعات الشريفة ومن خلال الانحياز الدائم خارج المحسوبيات وخارج الاستزلام، ومن أجل تقديم صورة جديدة تتلائم مع الإبداع اللبناني. الإبداع اللبناني في قاعتنا رمزية يتكامل مع تضحيات جسام، يتكامل مع نبل وشرف وتضحية الجيش اللبناني، ولا سيما مع مغاوير أبطال يتقدمهم هنا سيرة حميدة هي سيرة العميد شامل روكوز. طبيعة الحال ما يهمني أن أفتح باب الحوار في هذا اللقاء الممتع مع تجربة فذة، ولكن أردت فقط أن أرحب بكم وأن نؤكد على مسلكيتنا في الجامعة باتجاه وجهة مميزة على الدوام، بأننا أبدا منحازون إلى هذا الوطن، كل الوطن دون تمييز بلا منطقة أو منطقة أو مذهب ومذهب أو جنس وغير ذلك، ونحن في تطلعاتنا إلى العالمية إنما نحمل أرزة لبنان في قلوبنا، ونحمل الإبداع اللبناني في عقولنا، ونحمل أحلامكم في توجهاتنا. أرحب بكم حضرة العميد شامل روكوز، أرحب بالإعلامية سمر أبو خليل، وأتمنى أن هذا اللقاء سيكون ممتعا كالعادة، وأهلا وسهلا. لم يكن صدفة أن تسمى السلطة الرابعة لما لها من تأثير في بناء شخصية الإنسان المجتمع، فهي صاحبة الرسالة قد تبني وطنا وقد تدمر. أما الإعلام اليوم المتمثل بسيدة قدوة لها دورها وإطلالاتها وانتماؤها وثقافتها وحضورها هي الأميز من المميزات التي يشرفنا أن تكون على منبر الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم تتحفنا بإطلالتها المميزة وتقدم العميد شامل روكوز وتدير الحوار لك الكلام الإعلامية المتألقة سمر أبو خليل. مرحبا.
يعني أنا بالعادة بس حدا يحكي هالقد بتلبك شادي بزيدها دايما. هيدا واجبي اللي بعمله وهيدي رسالتي وعلى هيدا الأساس منطلق. بدي رحب بالجميع فردا فردا، أهلا وسهلا فيكم. ترحيب الكبير بالطلاب لأنه نحن اليوم جايين لعندهم، نحن اليوم جايين على حرم جامعتهم، نحن اليوم جايين لنحاول أنه نحاكي عقولهم، نحاكي مستقبلهم، نستشرف مستقبلهم، نبحث نحن وياهم كيف فينا كلنا سوا نبني وطن. يمكن بهذه القاعة في جيل سبقنا، في جيل وسط، وفي أنتو شباب يلي كل المستقبل قدامكم، مش لحالكم، نحن وياكم. مش مفروض انه نتقاعد لا القدام ولا الوسط، مش مفروض نتقاعد، نحط ايدنا بايدكم لحتى نشوف كيف بدنا نبني هالوطن سوا. اسمحوا لي رحب بمعالي الوزير ماريعون ببيته، اهلا وسهلا فيك. يمكن ابرز مهماتنا اليوم هي انه نشوف قديش عندكم استعداد للتغيير، قديش عندكم استعداد انتو كشباب انه عن جد تغيروا صورة ما يحصل بهالبلد بأقل الأضرار الممكنة، لا بالخلفية العفنة يلي كانت سائدة بالسابق ويلي قصمتنا طوائف ومذاهب وأفقيا وعموديا، ولا بخلفية مستقتلة نحو المستقبل لأنه كمان العجلة فيها ندامة. كيف بدنا نروح شوي شوي؟ قناعاتكم وينية؟ مقتنعين أنتوا أنه قادرين تكونوا قوة تغييرية ولا لا؟ شو هي الأمثلة يلي بتكون تاخدوها بحياتكم وتقتدوا فيها لحتى اللي توصلوا للهدف يلي كلنا بدنا إياه، هو أنه نبني وطن سليم ونبني دولة بكل حدافيرة وبكل معانيها. وهيدي الدولة ما بتنبنى إلا معكم، إلا بقناعاتكم، إلا بإيمانكم إنكم قادرين تغيروا، إلا بهيدي القوة الخفية، الثورة الخفية يلي فيكم يلي مش مفروض إنه تخنقوها فقط لأنه في قناعة عندكم بما ورائياتكم إنه نحن شعب مقموع ونحن ما بيطلع بإيدنا شيء، وشو هي وقفت علي ينزلوا هني، ليش أنا بدي أنزل؟ يروحوا هني على التغيير، يلا وأنا بركب الموجة وبمشي فيها. كل شخص فيكن بقلبه بذاته هو عنصر فاعل، هو واحد من هالترايبود يلي بدها يركب عليها هيدا البلد، يركب عليها هيدا الوطن. ما فينا ننشد تغيير وما فينا نحلم بوطن غير اللي نحن عايشين فيه هلأ، طبعاً مش ككيان دولة، ككل شيء، كمؤسسات، كنظام، كحرية، كديمقراطية، كحقوق يلي هي أبسطها مهدور للأسف على مذبح منتفعين. قديش قدرين تكونوا هالقوة التغييرية؟ نحن اليوم حنبحث هالموضوع نحن وياكم مع حدا يعني بتصور ما حيكون في حدا أحسن من هيك تبحثوا معه هالموضوع، لأنه مثله مثلكم، ظاهر من المؤسسة العسكرية، فايت على الحياة السياسية جديد وبعزم وبإقدام، وحابب مثله مثلكم أنه يبني بلد جديد بس عبركم ومن خلالكم وبعيونكم. عمل مسيرة كتير طويلة كان بطل فيها. البطل مش يعني بدلة، البطل هو الإنسان يلي جواتنا، كل واحد فيكم بطل بلا ما يكون حامل برودة وبلا ما يكون لابس بدلة وبلا ما يكون عامل بطولات على الأرض، كل واحد فيكم من جوا بنفسيته بأخلاقياته بإيمانه هو بطل. أهم شيء توعوا لهالميزة يلي فيكم وتوعوها، فتشوا عليها بجواتكم، انبشوها ووعوها، وهي زودتكم للمستقبل يلي انتو حتفتحوا طريقه ونحن ماشيين وراكم وقدامكم. يمكن استاذ شادي حكي عن الاعلام شوي، عن سلطة رابعة، انا بغلطك، الاعلام سلطة اولى، مع احترامي طبعا لكل المؤسسات ولكل السلطات، لانه حضرتك تفضلت بشيء من كلامك بدي اخذ استاذ شادي، لما بتقول انه الاعلام صار بيعمل أنظمة وبيسقط أنظمة، بيصنع ملوك وبيسقط ملوك، وبيصنع رؤساء وبيسقط رؤساء، يعني هو صار السلطة الأولى طبعا، وتحته تنزل كل السلطات.
ما بنكر انه حتى نحن بالاعلام عنا ادوار سلبية كتير بنلعبها، وادوار وصلت ببعض الاحيان عند الاعلام اللاواعي اللي رايح ورا غرائزيته وتبعيته، وصلت لانه يهدم كياناته، يهدم بلدان بأمه وبيه، ومثل ما قلنا يسقط أنظمة ويصنع رؤساء ويسقط رؤساء. كمان نحن علينا دور كتير كبير كمان من خلالكم، يمكن بكرة في جزء كبير منكم يتوجه للإعلام كمان، هون لازم نوعى قديش ضرورة وأهمية دور الإعلام بهالموضوع. على كل حال هو منه نقاشنا اليوم، بس كنت عم عقب على كلام أستاذ شادي. أنا ما بقدر وما بعرف أقدم العميد شامل روكوز، ما بقدر، لأنه يلي بقلبي وجواتي تجاهه كتير كبير من وقت اللي كنا، من وقت اللي كنت أنا صبية صغيرة، مش معناتها في كتير فرق بالعمر أنا من وقت اللي كنا صغار وعينا على اسم شامل روكوز، بس أنا بالشكل تعرفت عليه مؤخرا، مش يعني ما كنت حتى بعرف شكله كيف هو، وعينا على هالاسم يلي وين ما بيمرق بيمرق مثل العاصفة، بيمرق مثل نسمة الريح اللي بتقبع معها شجر وحجر وبتقبع معها كل شيء. ربينا وعينا على بدنا نكون مثل شامل روكوز، بس مين شامل روكوز ما بنعرف، مين شكله ما بنعرف، شو بيعمل بالحياة. كنا نعرف انه ضابط بالجيش اللبناني، وعينا مش بس على حقيقة شامل روكوز، على الأساطير يلي صيغت حول شامل روكوز. هل قد مين اللي بينصاغ حوالي أساطير؟ أساطير منا من نسج الخيال بتسطر بطولاته، بس هيدا شو معناتها بالوعي الجماعي؟ معناتها أنه هل قد هو قيمة؟ هل قد هو كبير؟ هل قد هو جبل لحتى لي عن جد تنصاغ حوالي الأساطير؟ في كتير منا الأخبار كانت بعدين اكتشفنا أنها مش مزبوطة، وهو قال أنها مش مزبوطة، بس هالقد ربيت بجوانيتنا، هالقد أثرت فينا، هالقد صار مثال لأنه أنا بخبركم شغلة صغيرة بتتعلق فيي أنا. وقت قررت أني أتخصص من أنا وصغيرة كنت أقول لهم بدي أعمل ضابط بالجيش أو صحفية، وقت اللي اكتشفت أنه بالجيش اللبناني ما في امرأة ضابط حربي ميداني بطلت، لأنه إذا أنا بدي يكون ضابط إداري ما في يكون مثل شامل روكوز. فكان يعني اول احلام تكسرت كانت هيدا الشغله. بدي ما بدي طول عليكم، بس بدي نوه بشغله كثير لفتتني وكثير حلوه بام يو بي اس بالجامعه الحديثه للاداره والعلوم، هي القاعه يلي استحدثوها وسموها قاعده شهداء الجيش. قديش كبير هيدا الشيء، قديش له معنى وقديش له رمزيه لما بتكون عم بتربي جيل، لما بتكون عم بتربي جيل بالجامعه على محبه الجيش. ليش؟ طبعا تضحيات الجيش مستمره، تضحيات المؤسسه العسكريه والمؤسسات الامنيه كلها، ما حدا قصر من المؤسسات الامنيه، بس في شيء كثير اساس، الجيش هو اساس الوطن. حقلكم شيء، بيطلع زعباء من قلهم ومنزقف لهم ومنمشي وراهم وبيروحوا، بيطلع بتطلع حكومات بتتشقلب حكومات، بيطلع مجلس نواب بينزل مجلس نواب، بيطلع رئيس بفل رئيس، كل ست سنين بيتبدل رئيس، ثابتين ما بيتغيروا لبنان والجيش، هودي الاثنين هن الاسس، الوطن وعموده الفقري اللي هو المؤسسه العسكريه والجيش اللبناني. وانا هون بحضرة عدد كبير من الضباط ومن الشخصيات الأمنية، وبحضرة الجنرال شامل روكوز كمان يلي إن شاء الله بأيار حيصير نائب عن الأمة إن الله راد، بسأل سؤال وبسمح حالي أسأله، مين منكن عنده نية يرجع التجنيد الإجباري؟ ليش؟ مش تنحبس الشباب بالسكنات ونروح لهم مثل ما هني بيقولوا سنة من عمرهم، لا، لأنه لما نبطل فيه التجنيد الإلزامي يلي بيعمل هيدا الانصهار الوطني ويلي بيخلق عن جد جيل محب لوطنه وعنده رغبة بالقيادة وعنده رغبة ببناء وطن سليم، لما نبطل فيه هيدا الموضوع شفنا كيف بلشنا هيك نعمل ديكالاج، نزول ننزل 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 ننزل، وصار الشباب بمكان آخر. أنا عندي طلب
ويمكن باسمي وبدي اسمح اقول باسم كتير كبار وامات، لانه انا ام عندي طلب انه يا ريت حدا منكم يرجع يحرك ملف التجنيد الالزامي، ما تحبسون سنه ست اشهر بكفوا لحتى لي نرجع نشتشد حياتنا، نشتشد ايماننا ببلدنا، نشتشد عائدتنا. جنرال شامل روكوز، انا ما بقدر اقدمك، انت مقدم حالك بحالك، اعمالك سبقتك، تاريخك سبقك، وفخامه اسمك بتكفي. تفضل. نهاركم سعيد. يعني أنا موجود اليوم بدامور، هالمنطقة المظلومة، هالمنطقة العظيمة، مظلومة بتاريخها بس عظيمة بجغرافيتها وبوجودها وبناسها وبمؤسساتها. أنا مسرور كثير أني موجود معكم اليوم بدامور، هالمنطقة الرائعة اللي بتأمل أكثر وأكثر صور أروع مستقبلا. حكيت كتير سمر والدكتور وشادي، بس أنا بقولكم شغلي، أنا فخور كتير أني جاي من مؤسسة عسكرية عشت فيها 35 سنة، حياتي كلها فيها، فكري كله مجبول من المؤسسة العسكرية. أكيد فخور بكل تواضع أني أخذت صيت بالمؤسسة العسكرية، بس البدر لكم إياه كل اللي أخذته وكل اللي وصلت له مدفوع ثمنه دم. بقى من هالمنبر بقول تحية للشهداء وتحية للمعاقين بجيش لبنان، لأنه هني عملوا الاسم وهني عملوا الصيت وهني صنعوا الانتصارات. بقى هذه الانتصارات اللي كان بالماضي واللي كان بالمستقبل هي من صنع دمهم، مدفوع ثمنها دم كتير. وبهالمناسبة بقلكن كل شيء عم بعمله وراح أعمله بالمستقبل منطلق من أماني، أماني الدمون اللي موجودة برقبتي، لأن استشهدوا مش لألي ولا لزعيم ولا لأي شخص، استشهدوا ليكون لبنان قد أمالكن أنتو وقد طموحاتكن المستقبلية. بقى هالأماني راح ضل حملها معي من خلال كل الأمور اللي بتنطرح، من خلال علاقتي معكن، من خلال تواصلي مع كل المجتمع اللبناني، لأنه أنا بعتبر أنه رسالتنا ما بتنتهي عند بدلة أو عند وظيفة، رسالتنا بتنتهي أنه نكمل الأمانة اللي برقبتنا وعامتداد الوطن. وأنا مبسوط كتير أني معكم اليوم، شايف وجوه من كل لبنان، من كل التنوعات اللبنانية، هذا شيء بيفرحني لأنه هذا تاريخي وهذا اللي حابب طل منه على المستقبل، وخاصة معكم أنتم الأجيال الجديدة. حبيت أبدأ لقائي بكلمات لجبران خليل جبران، هن كتير مأثر فيهم وبجرب قد ما فيه بنسبة كبيرة يكون عايشهم. لا تصادق أنصاف الأصدقاء ولا تعش نصف حياة، لا تموت نصف موت ولا تختر نصف حل، لا تقف في منتصف الحقيقة ولا تحلم نصف حلم. هذه هيدي الأقوال بتمنى أعيشها بحياتي عمديها. لا تصادق نصف أصدقاء، لأنه عشت بحياتي العسكرية وفي ضباط هون كلهم كانوا أقدمية علي، حضرة اللواء رئيس الأركان وحضرة العميد شيا، كانوا تعرفوا كتير وراح تمرق معكم كتير أنه تستلموا وظائف تستلموا مراكز، في ناس اسمهم أصدقاء المراكز وناس أصدقاء الشخص، بقى ركوا على اللي بيسمون أصدقاء الشخص لأنه هني بيكونوا الأصدقاء المزبوطين، أصدقاء المركز بيروحوا مع المركز. بقى هذه الفكرة عايشة معي كل حياتي، وأكثر شيء اختبرته بس طلعت، هلا ما في معاناة معي لأني فتحت باب جديد للعلاقات، منا مشكلة، بس بعرف المعاناة اللي بيعانوها رفقاتي بهذا الموضوع بشكل خاص. لا تعش نصف حياة، إنه عيش حياتك مديها، خاصة أنتوا الشباب، روح الأمل والتمرد. بعرف عندكم قلق وقلق كبير، بس القلق ما لازم يحولكم ليأس، القلق لازم يحولكم لتحدي، لأمل، لمستقبل، لأيام جاي جديد، هي كلها إذا بدكم مستقبلكم وطموحاتكم تتحقق فيها. حققوها بالقوة وبالإرادة الصلبة، إيمانكم خلي هو العامل الأساسي بحياتكم، ولا لحظة تتأخروا أو ما يكون عندكم الأمل ويكون عندكم الحلم اللي بدكم تحققوه. بدون أمل مع اليأس بينتهي الموضوع.
بقى الحياة عشوها بكاملها، ولا تموت نصف موت. إذا لحقته بدك تموت خدع مديها يعني من الآخر، خاصة إذا كنت مثل حياتنا كعسكر عايشين الحياة العسكرية. الواحد بيموت مرة واحدة، هي كرامتك اللي بتخليك تموت مشانها، ولا شخص ولا حزب ولا أي شيء، هي كرامتك الشخصية والوطنية اللي بتخليك تستشهد موتك يكون موت كامل بالمعنى الكرامة الوطنية. تسلم. لا تختر نصف حل، أو الحل بيكون مثل ما لازم يكون أو ما تاخد نصف حل. ما ترضى بالقليل، ما ترضى إلا تكون إيمانك بكامل ومدي للآخر. هيدا هو تحدي كتير مهم. لا تقف في منتصف الحقيقة، الحقيقة كاملة. للأسف إنه ما بعرف قديش عم ياخد من الحقيقة بالبلد، ببلد عم يتقسموه المحاصصات والتفنجات والزبائنية وكل هيدي الأمور اللي عم تشوفوها، وهيدا تحدي قدامكم كلكم سوا. هلأ بنحكي عنه بمقاطع سريعة، تأترككم مجال بحب يسأل سؤالات. لا تحلم نصف حلم، حلموا حلمكم كامل، وأكيد المستقبل لألكم وقدامكم، وخاصة إذا كان في عندكم روح الصلابة والتحدي. روح التحدي هي شغلة أساسية، إذا ما كان التحدي موجود عندكم، اللي عند الأجيال اللي قبلكم انتهى التحدي لأنه فاتوا بمسارات وصلت البلد اللي وصلوا اليوم. التحدي اللي ممكن يكون يخلق التغيير اللي أنتم بتحلموا فيه هو التحدي اللي بروسكم أنتم كشباب، لأنه بعدكم راسكم نظيف، طريقكم نظيفة، وطريقكم واضحة وصريحة أنه في مستقبل أنتم بتحلموا فيه بدكم إياه. بقى صروا على هذا وكونوا متحديين لكل شيء بيطلع ممكن يطلع بوجهكم. الأمور ممكن تاخد عدة مناحي بالبلد، وكل لكم دور فيها، وخاصة بداية مع الأمور الدستورية والقانونية، لأنه المرض الأساسي بالبلد هو الفساد. وقديش قوانيننا هي بتراعي أو بتحضن مفهوم الفساد. خدوا من قانون الإسراء الغير مشروع، قانون الإسراء الغير مشروع واقف المحل أنه ما حدا بيقدر يطلع حساباتهم. هون تحدي أنه نقدر بالمرحلة اللي جاية وبضغطكم أنتو وبوعيكم أنتو وبتحديكم أنتو نقدر نخلق مسارات جديدة تنقدر نجتز الفساد من جذوره من خلال قوانين صحيحة. ما أنه الموضوع موضوع قوي ولا موضوع شارع ولا موضوع سلاح، الموضوع موضوع موقف أنه تقدر تتغير القوانين بشكل أنه تقدر تطال أي فاسد والمفسدين من خلال قوانين صالحة وصريحة. اللي كان تعديلات دستورية ولا تعديلات قانونية تقدر تواكب الأمال اللي عندكم موجودة كلكم سوا. النقطة الثانية اللي بدي أحكي عنها وأكيد جايين لها هي نقطة القضاء. القضاء بلبنان بيقولوا قضاء مسيس، بالعكس القضاء بلبنان بيقول قضاء مسيطر عليه، مسيطر عليه من خلال السلطة التنفيذية. كلكم عم تدرسوا وبتعرفوا أنه في توازن بين السلطات وتعاون. السلطة القضائية هي أسيرة السلطة التنفيذية، يعني أي قاضي بتسمع فيه أي مركز بالقضاء بتلاقي تعين من خلال السياسة بيقولوا هي تابع لفلان وهي تابع لفلان. التحدي لقلنا كلنا بالمستقبل إذا بيكون في قضاء حر وقضاة مضمونين تيتحافظ على أخلاقيتهم وعلى صلابتهم وعلى صحة عملهم بطريقة صحيحة، مش كل يوم يتصل فيهم سياسي من هون سياسي من هون، أو يكون تحت إذا بدكم سيف تغييرات أو التشكيلات اللي ممكن نطالهم كلنا سوا. بعرف معاناة القضاء، بقى التحدي مهم لأنه القضاء هو الاستقرار بالمعنى المزبوط، هو ضمان الاستثمارات بالمعنى المزبوط على مستوى البلد كله سوا. النقطة الثالثة هي الأمن. حكينا عن الجيش والمؤسسات الأمنية، الجيش والمؤسسات الأمنية شغلة أساسية بضمان الاستقرار بالبلد، وهن النموذج اللي ممكن نحتذي فيه كمجتمع متنوع. تشوف كيف الجيش بتعايش مع بعضه، كيف الجيش قاعد مع بعضه، كيف الجيش عنده قضية، عنده حلم أنه يضمن مستقبلكم، يضمن الاستقرار بالبلد على امتداد البلد كله سوا، جايين من كل لبنان تيحافظوا على كل المناطق اللبنانية. بقى هذا النموذج قد ما فينا نحتذي فيه ونكمل معه. وحكيت سمر عن التجنيد الإجباري، أكيد أنا مع التجنيد الإجباري للصبايا وللشباب بذات الوقت. يمكن ما يكون سن التجنيد الإجباري يكون لفترة قصيرة، بس أكيد لفترة قصيرة مش أقل من 4 أشهر، تا يتلاقوا كل اللبنانيين من كل المناطق اللبنانية مع بعضهم، يعيشوا مع بعضهم، يفهموا بعضهم. لأنه بالسياسة وهلأ جاي معارك انتخابية وبتسمعوا أنه عطول رح يصوروا ناس أعداء تيبتزوا الناس مذهبيا وطائفيا ومناطقيا واللي بدكن إياه للأصوات الانتخابية.
بقى هذا الموضوع في أكثر وأكثر يكون مادي لإثارة النعرات بهذا الموضوع. خدمة العلم أو الخدمة الإجبارية اللي بسموها بشكل عام هي بتخليك تتعرف على اللبناني بكل المناطق اللبنانية، تعرف عاداته، تعرف تصرفاته، تعرف أنه إنسان محب وبحب لبنان مثلك مثله، ما في حدا بحب لبنان أكثر من لبناني تاني. هذا شغلة كتير أساسية، وأنا صار لي ظرف أني خدمت بخدمة العلم مدة 3 سنين وقت تأسست، يعني وقت كان بعدها خام، يعني ما دخلت فيه أمور تانية. هذه الفترة بعتبرها من أنجح فترات بحياتي اختبارية، اختبرت فيها كل اللبنانية ببوطأة وحدة وبعيشة وحدة، كيف طلع من خلال التدريب ومن خلال العيشة بالجيش بروحية مختلفة، وبعدني بتلاقى فيهم بكل المناطق اللبنانية. وبقلكم فخور أنه دربت هيك ناس أو تعطيت هيك ناس، وفخور بالتجربة اللي عشتها معهم. بقى خدمة العلم شغلة أساسية، إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بشكل أنه أجهزة تتعاون مش تتناحر أو تتناتش المعلومات، ولو كانت الكلمة تقيلة نعتذر عنها، بس موضوع تركيز المعلومات بشكل أنه تخدم البلد كله سوا وتخدم البلد بأعلى نسبة ممكنة من مسك المعلومات بالبلد. وأكيد الجيش والمؤسسات العسكرية، أنا بالنسبة لي ممكن مع خدمة العلم ومع أشياء تانية يكون في هيكل جديد لجيش أسرع، جيش بيتقن تكنولوجيا أكثر، جيش متعلم أكثر، جيش احترافي أكثر، بيخلي الأمور بيخفف مصروفه أكثر وبيعلي نسبة جهوزيته وطاقاته. بكل الحالات أنه ما راح أدخلكم فيها لأنه هادي، بس بعرف أنه ممكن تكون طموحكم كلكم سوا، وبالأخص ناس ممكن منكم ممكن يفوتوا على الجيش وعلى المؤسسة العسكرية ويتابعوا فيها كضباط أو رتبة. بقدر بقلكم وبشجعكم على هذا الموضوع أكثر وأكثر تتكونوا فاعلين ومدركين لهذا الموضوع. النقطة الرابعة اللي بدي أحكي عنها وأساسية هي الاقتصاد. بعرف كلكم قدي عندكم قلق من شو بدكم تشتغلوا بعدين، من شو بدكم تعطوا بعدين، وهون دور مهم لتشجيع الاستثمارات أكثر وأكثر ننمي الاقتصاد تبعنا. تشجيع الاستثمارات بيجي من خلال ضمانات، وهي ضمانات القضائية اللي حكيت عنها قبل، من خلال طريقة صحيحة للتعاطي مع الاستثمارات، لأنه بلدنا صار بلد تصدير أدمغة، كيف نحن نقدر نعمل ضمانات لاستثمارات جديدة تنجذب الأدمغة اللبنانية المنتشرة على امتداد العالم اللي هي عم تنمي العالم كله، اللي كان دول عربية ولا دول غربية ونحن عم نخسرها بلبنان سنة ورا سنة. تعرفوا أنه في كل سنة حوالي 35 أو 40 ألف متخرج، في حوالي 15 أو إذا كانت رائعة بتكون 17-18 ألف فرصة عمل بلبنان. بقى تصوروا قديش في ناس عندهم جهوزية لا يتركوا البلد ويفلوا زيادة عن الأمور اللي عم بيعانوها هون. بقى الاقتصاد مهم كتير بهذا الموضوع، خاصة كشباب وخاصة بأمور الصناعات، الصناعات اللي ممكن يكون عندها قيمة مضافة تقدر تخلق فرص عمل بالبلد وتقدر تعطي مردود للبلد. وأكيد السياحة اللي منظمة بطريقة صحيحة، وهون دوركم كلكم خاصة الاختصاصات اللي عم تعملوها هون ديش ممكن تساعد بهذا الموضوع. ما رح طول بعد في القضايا الاجتماعية وخاصة الطبابة والتعليم. انتو بجامعة خاصة، بس بدو يسمح لي رئيس الجامعة اقول انه انا من اللي كتير محمسين لمفهوم التعليم الرسمي وللجامعة الرسمية اللي هي الجامعة اللبنانية، لانه بعرف معاناة بعرف إدراك وطاقات الجامعات الخاصة أكيد، بس كمان بقدر عالي إدراك الجامعة اللبنانية، يعني اللي لازم تتفرع على امتداد المناطق اللبنانية تيكون فرصة لكل اللبنانية يضلوا بمناطقهم ويتابعوا دروسهم ويتابعوا دراساتهم بالجامعة، يكون عندهم الفرصة يقدروا يتابعوا دراساتهم بالجامعة اللبنانية اللي بعتبرها من يعني كلياتها من ألمع كليات موجودة بلبنان وعم تعطي نتائج كتير منيحة. والمدارس الرسمية أكيد التعليم هي حسرة بقلب كل بي وأم، وبعرف قديش بعينه. ممكن بعرف كمان قبل الأحداث يعني بال75 وما قبل قديش كان مستوى المدارس الرسمية مهم. الدولة عم تهمل المدارس الرسمية لأسباب تشجيع المدارس الخاصة، لأسباب تانية ما بعرف، بس المدارس الرسمية شغلة أساسية لكرامة الإنسان اللبناني ولحاجة الإنسان اللبناني وللضيعة اللبنانية بشكل خاص، أنه يقدروا شعبها وأهلها يضلوا قاعدين فيها.
الطبابة شغلة أساسية ومهمة كتير، لأنه الطبابة هي كرامة الإنسان بتعرفه، بس واحد يمرض قديش بعينه أهله تياخدوه، وقديش في ابتزاز، خليني أقولها بشكل واضح وصريح، بالمؤسسات الحكومية ليقدروا الناس يوصلوا لحقوقهم اللي كان من أدوية وخاصة الأمراض المستعصية أو عمليات أو جراحات كبيرة، كلها عم تكون مصدر لإهانة الناس يوميا قدام المؤسسات الدولة تقدروا يوصلوا لحقوقهم بطريقة مقبولة. النقطة الأخيرة رح أحكيكم فيها هي البيئة والرياضة والشباب، وهذه شغلة أساسية لألكم أنتم، لأنه البيئة هي تربية بالبداية، كيف نتربى أنه نحافظ على بيئتنا بشكل صحيح. عندنا بلد من أجمل بلدان العالم، فيك تصبح بنص ساعة وتلعب سكي بزيت الوقت، عندنا جبال رائعة وديان رائعة محميات رائعة بلبنان، نحن عم ندمرها بثقافتنا، لأنه التعاطي معها عم يكون تعاطي كتير متوحش بالنسبة للناس، كيف عم تعطى معها اللي كان شجرنا، اللي كان النفايات، اللي كان كل الأمور عم بتصير. هذا تحدي قدامكم أنتم كشباب، وخاصة المشاريع الباقية اللي ممكن تنطلق من الجامعات ومن المؤسسات أنتم موجودين فيها بصورة دائمة. بقى خليكون البيئة تحدي لألكم تتحافظوا على لبنان الحلو اللي بتحلموا فيه واللي نحن بنحلم فيه كنا قبل، يكون لبنان الحلو عايدكم أنتم للمستقبل. الرياضة شغلة أساسية ومهمة كتير، بحكي عن الرياضة مع الأمور الشاذة وهي خاصة المخدرات، وانتو اجيال بتعرفوا قديش صعوبة التعاطي المخدرات، وقديش عم تشوفوا ويلات الكام بالمؤسسات السياحية بالمرابع الليلية بكل المحلات الممكن، قديش عم يتعرضوا. بقى الرياضة هي عامل اساسي لجسمك ولفكرك، فكرك بخلي فكر نظر بصورة دائمة، بس تكون عم تعمل رياضة بيقولوا العقل السليم بالجسم السليم، واكيد جسمك بضل عندك الثقة والمعنويات العالية وكل الأمور اللي بتخليك تعطي كامل عطائك. بقى مع الرياضة والبيئة بتمنى لكم مستقبل رائع بكل المجالات، وإن شاء الله لبنان عايدكم مستقبل وبيكون مستقبل مختلف عن اللي موجودين فيها الآنية، ويعطيكم العافية. شكرا كثير جنرال، يعني هلا صار دوركم. العميد طرح وفتح على كل الخيان، وفتح لكم كل الابواب الممكن يكون عندكم تساؤلات حواليها، وغيرها من الابواب يمكن اللي ما طرقنا بابا، متكلين عليكم انتم جاهزين لنسمع اسئلتكم، جنرال جاهز ليجاوب على كل سؤال وعلى كل طرح بتحبوا تتفضلوا. في مين حيبلش؟ مين حيفتح الردة؟ يلا تفضل. ميكرو بليز لمسيو منير. عرضت حالك تفضل. أول شيء نحن منشيد بالأميو بي أس دكتور حاتم أنه عملت قفزات نوعية بمختلف المجالات، وهذا أحد أهم النشاطات اللي عم تظاهر حالها فيه. موجودين نحن وفي مجموعة من المرشحين، وطبعاً اللواء شامل روكوز أو العميد شامل روكوز إنسان بصمي بتاريخ المؤسسة العسكرية، مع وجود طبعا ضباط بما فيهم اللواء مصري والعميد رياض، ولكن الأهم من ذلك بأنه في ظل هذا القانون الانتخابي المشوه، ولو عمل شيء بسيط بشكل متقدم ولكن مشوه وأعرج، لأنه منه قائم على إلغاء الطائفية وعنون أحوال شخصية وإلا ما هنالك، على قانون أحزاب، يعني نسبة للنسبة. ولكن نتمنى البرنامج اللي وضعته حضرتك أن يتركز بالمستقبل، إذا جبتوا أكترية في السلطة التشريعية، أنه العمل على بناء الدولة الحديثة المدنية اللي مش موجودة، لأنه في شروط للدولة المدنية الحديثة
تبدأ من المواطنة تنتهي بالحريات الفردية والعامة ومرورا بحرية الإعلام وفصل السلطات والسلطة القضائية المستقلة. أي بند بتشيله من هذا البنود بما فيهم إلغاء الطائفية تبقى مشوهة السلطة، سلطة الوطن الحديث اللي لازم تكون قائمة على الحديث كدولة مدنية. لذلك أنا برأيي خلينا نتمحور ونسدد على هذا الموضوع، إنه الناضل وكل الطلاب والكتل الناخبة والمستقبل لازم يضغط على الكتل النيابية من أجل تبني خيارات بناء الدولة الحديثة بالتفاصيل اللي وضعتها. ويعطيك العافية ونتمنى لك النجاح. وهون طبعا تحية للإعلامية الأولى صديقة سمر أبي خليل. أكيد بقول لك أنه هذا رح يكون شغلة أساسية، مفهوم دولة المؤسسات والمواطنة، لأنه التعامل مع الناس هلأ بالحالة الموجودة تعامل مع زبائن أكثر منه مع مواطنين. المواطن مفروض يكون إنسان محترم بكل المجالات، وتكون محترم بده يكون في مؤسسات بالمعنى الصحيح عم تتعاطى معه. بقى هذا شغلة أساسية. النقطة الثانية اللي مرقت ونسيت أحكي عنها أكيد المرأة، دور المرأة بالمجتمع. بقى هذه شغلة أساسية موجودة بالبرنامج، وأكيد في عدة قوانين بحاجة أو تنوجد كاقتراحات قوانين أو تتعدل كقوانين موجودة لصالح المساواة بين المرأة والرجل. وهيدي بنكون عن نقرب نتفي من مفهوم المساواة بالدولة اللبنانية، لأنه بعتبر فيه إشحاف كبير بحق المرأة ومساواة المرأة بالرجل اللي هي نص المجتمع اللبناني. مفروض يكون لها دورة نصه أكتر كمان، مفروض يكون لها دورة كامل تتعطي أكتر مردود وطني على مستوى لبنان كله سوا. بقى هذه فتتنا بالحكي. رح تاخد مرة على الليستا جنرال. للأسف يعني من هون الحكي بقول تشجع أكتر النساء يترشحوا ويكونوا موجودين على اللوائح الانتخابية. للأسف إنه ما في عندهم رح أقولها الشجاعة الكاملة بعد بمجتمع بيعتبروا مجتمع ذكوري إنه يكون عندهم الترشيحات الكافية عم تداد الأراضي اللبنانية. بيحكوا عن الكوتا النسائية، أنا مع الكوتا النسائية المرحلية، بس الكوتا النسائية بتحد من إذا بدكن وجود المرأة وقدرة المرأة. مفروض يكون عندها البرنامج والتغيير والمفهوم والقرار والطرح وكل هذه الأمور قبل مفهوم الكوتا، لأنه هي تفرض حالة فرض على المجتمع مش تستعطي من خلال كوتا أو أمور تانية. بس يكون في هيك أنا بتمنى يكون أكثر من نص الليل حمار. تفضل. يعطيك العافية. بدي أسأل سؤال، كنتوا عم تحكوا قبل بس بلشت تحكي عن الشهداء. هلأ أكيد الندم ما بينفع، بس الحرب اللي كانت صايرة بعرسال ليه مش دغري لما خطفوا العسكريين دغري أنتوا كجيش كقائد مغاوير دغري فتوا رجعتوا أنا مش متهم، أنا تاهم بهذا الموضوع. يعني هل هالشي لعبة؟ هذا اللي كان بدي اياه، بس ما قدرنا وصلنا لبدي اياه لعده عوائق وعرائيل. بس تاكدوا تمام، وانا عم نحكي قدام ضباط وكانوا موجودين بالمؤسسه العسكريه، تاكدوا تمام انه الجيش كان فيه يحسم الامور كلها مثل ما بده، لانه كنت بعرف قدرتنا شو. وبكل الحالات وقت اللي صارت فجر الجرود هلا بينت قدره الجيش اللبناني. الجيش اللبناني بفجر الجرود ولا ارهابي قدر يوقف قدامه. بقلكم كل اللي ماتوا فوق ماتوا بالمدفعية والطيران تبع الجيش أكثر ما الجيش وجه وجه بوجه. بقى كان فينا وقت عملنا اللي كان لازم ينعمل، كان فينا نكمل، بس وقفت القرارات ما بعرف من وين وما بعرف التسلسلية تبعها، أو بعرف وما بدي أحكي هلأ لأنه بتركها للتحقيق هذا المواضيع. كان تنحسن، بس للأسف اندفع تمنى مخطوفين، اندفع تمنى كرامة الجيش اللبناني، كرامة الشعب اللبناني، وناس اندفنوا بأرض بقيوا سنين أهل الناطرين. بتأسف وبتأمل هيدي التجربة ما تنعاد أبدا. وأنا أكيد إنه في بصفوف الجيش اللبناني كتير ضباط هلأ عايشوا هيدي التجربة وعندهم الكفاءات والإدراك بالمستقبل ما يخلوا أمور مثل هيدي تصير وتنعاد مرة تانية. يعطيك العافية حضرة العميد. استطرادا للسؤال اللي سألته الصبية، أنا اليوم موجودة كنت رح أسأل شيء بيشبه سؤاله.
أنا كان عندي تجربة بهذا الموضوع، ابني كان عسكري بالتدخل الخامس، وصدقني جاي من رشايا من عين عطا لبس أوصل أقدر أحكيك، لأنه نحن عتبنا مش عليك، نحن بنعرف حضرتك وقتك كنت حدنا، بس أنا ابني هذا الموضوع عمل له مثل إحباط، عمل له مثل لما هني كانوا عم يدافعوا باللحم الحي، لما هني ما كان نقصهم لا شجاعة ولا بسالي ولا أي شيء، كان بس نقصهم أمر إنه هني يتقدموا، إنه هني حتى كان فيهم يردوا الشباب الأسرى، وكنا يمكن تفادينا يرجعونا بالطريقة اللي رجعوها، مع أنهم أكيد هني محلهم كتير كبير، تكرموا رجعوا، حتى لو رجعوا بهيك طريقة المهم إنهم رجعوا. يعطيكم العافية والف. ابني كان بالتدخل الخامس؟ ابني كان وبعده بالتدخل الخامس، بس أنا ما بقدر أوصف لك، ما بقدر أوصف لك كيف كان مش مشكلته هي نجوا بعد يومين، إنه مش مشكلته هو، إنه اللي عملوه أكيد إنجاز واللي اشتغلوا أكيد فيه. أكيد إنجاز، بس أنا اللي قصرت وصل لك هي إنه ابني لما كان يحكيني، يعني يحكيني بفخر إنه نحن ماما عم نعمل، نحن عم نشتغل، نحن عم نحقق إنجازات وعم نحقق انتصارات. بس المشكلة باللي صار العسكر أبطال ما خصهم، الموضوع موضوع قرار ستنا كان. شكرا. أهلا وسهلا فيك حضرة العميد. بس بدنا نسأل، نحن بنفهم الوساطة بكل مؤسسات الدولة، بس بالجيش شوي منلاقيها صعبة، منلاقي بمحلات في وساطة، يعني بعدة محلات بالترقية أو بنقل من محل لمحل أو بنقله لمرافقة عميد أو عقيد أو غيره. ليش الوساطة عم تلعب دورة بالمؤسسة العسكرية؟ يعني اللي بدي أقول لك وهيك بكل صراحة بهالموضوع، في وساطات وفي اخبار وفي مش بس اشاعات، في حقائق بهذا الموضوع. بس انا بقوله وعن تجربه وتحدي هذا الموضوع قدام كل القيادات الموجوده هلا بالجيش اللبناني، انه ما يتركوا مجال للوساطات، يتركوا المجال اوسع للكفاءات، والكفاءه بترضي كل الناس. يعني في نتائج الحربيه اللي طلعت هلنية بعد ما كان فيها وساطات، انحط زياح وانتهى الموضوع، بعتد ولا سياسي قدر راجع أو حاول يراجع بهذا الموضوع، طلعت النتيجة، النتيجة بعتد بتوصل أحسن وأكفأ ناس يفوتوا على الحربية. بقى موضوع الوساطات وهذه التحديات كلها سوا رهن بقرارات الناس المسؤولين. يعني وقت بيكون القائد هو مسؤول وبيمنع هذا الموضوع بينمنع. أنا بقول لكم أكيد بده يكون عنده تحدي، أو يقف بوجه هذه الوساطات أو يرضخ لها ويقدر يمشي بالجو اللي ماشي اللي بيحكوا عنه وساطات. بس هذا موضوع أشخاص بيقدروا يحسموها، وخاصة بالجيش. يعني بالجيش كمؤسسة عسكرية في إمكانية كتير ينوضع حد لكل الوساطات وينفتح مجال كبير للكفاءات أكثر. عميد روكوز، منرحب فيك كمان وتحية لحضرتك وللجيش اللبناني. من مدة سنة لسنة ونص كان في هبة سعودية لتسليح الجيش بسلاح فرنسي للأسلحة الثقيلة، وقبلها كمان حسب ما عم نتابع كان في هبة روسية للجيش اللبناني ما وصلت. بموقعك من ضابط قائد سابق، مين له مصلحة ما يتسلح الجيش اللبناني، وليش ممنوع الجيش اللبناني يتسلح بأسلحة ثقيلة؟ وشكرا. راح جاوبك بصراحة على هذا الموضوع. الهبة السعودية كانت ماشية بطريقة، بس لظروف سياسية وقفت، وهلأ الجيش اللبناني أو الدولة اللبنانية يمكن لها حق مر ترضخ لأمور سياسية. يمكن الهبة السعودية ترجع تيجي هلأ بمؤتمر روما، يعني ما بعرف هذا الموضوع. بس أهم شيء كل الهبات اللي بدها تيجي تيجي مع الكرامة الوطنية، تكون ماشي مع بعضها، ما يكون في هبة على حساب شيء تاني. النقطة التانية عم تحكي عن الأسلحة السعودية، في الروسية، في حكي عن الأسلحة الروسية، بس بقول لك أكثر وبصراحة إنه في تضارب دولي بهذا الموضوع. يعني السلاح وأغلبه سلاح الجيش اللبناني أغلبه من الأمريكان، والأمريكان بفضلوا ما يكون في توحيد سلاح، ما يكون في سلاح روسي. بس هذا ما بيمنع إنه يكون في سلاح روسي، لأنه في عنا دبابات وعنا مدفعية كلها أسلحة شرقية وأسلحة من روسية أو الدول الشرقية، ما لنا مشكل بهالموضوع. بس هي عم تنطرح بهذا الشكل، بس تقدر القيادة تاخد قرار بهذا الموضوع وتسلح الجيش أكثر شيء ممكن. هلا تقول لي سلاح يعمل توازن استراتيجي مع إسرائيل، بحكيك بصراحة ولا دولة بتعطيك سلاح يعمل توازن استراتيجي مع إسرائيل لحد هلا. إن شاء الله بنقدر نتوصل بالمستقبل نقدر نخلق هيدي
الأبزة باتجاه أنه تخلق إشياء دفاعات على القليل الدفاع عن البلد بطريقة صحيحة. عم بحكيكم الأمور مثل ما هي مثل ما بفهمها أنا بكل وضوح. إذا بتسمح لي جنرال تعقيباً على على الكلام اللي تفضلت فيه، لأنه قلت نقطة كتير مهمة، أنه كتير مهم يتسلح الجيش بس مع الكرامة الوطنية. اليوم لما بتكون أمريكا عم بتسلح الجيش وما عم نقبل من دول تانية سواء كان روسيا أو إيران أو غيرها عملية تسليح جيش، أمريكا بالمقابل عم بتحدد للجيش شو بيقدر يكون معه شو ما بيقدر يكون معه. وين الكرامة الوطنية؟ قلت لك وكملت على كل حال، بقية الدول إذا جيت تاخذ روسيا ما رح تعطيك سلاح تدمري فيه إسرائيل أو تقدري تقتلي إسرائيل بهذا، إنه منهم مش كتير بيفروا عن بعضهم، يعني ما نغش بالموضوع. بس هذا الواقع، إنه بفضلوا هن يضلوا أكثر سلاح الجيش من الأمريكان. هلا بهذا الموضوع بشكل خاص وبدون المزايدات اللي بصيروا تنطرح شعبيا، بقول لك يمكن من أكثر الدول اللي عم تساعد الجيش وتجهزه وخاصة المعدات اللي استعملت بفجر الجرود كان سلاح أمريكاني. يعني ما بدنا نحكي الحقيقة مثل ما هي. السلاح الروسي اللي ممكن يجي كمان سلاح بشبه الجيش السلاح الأمريكاني، بس مش سلاح بيخليك تتفوق. يعني أنا العميد الدكتور رياض شيا، طبعا يعني بعد ترحيب الرئيس الدكتور علامي ما راح نضيف، انا من عديد الجامعه، من عديد كادر اساتذه الجامعه، انما وجود الصديق العميد شامل روكوز هو لا شك انه مبعث فخر ومبعث سرور واعتزاز لنا بالجامعه. مثل ما تفضل الدكتور علامي، العميد روكوز اكيد الكل صاروا بيعرفوا والكل تاريخيا بيعرفوا، مثل ما تفضلت الست سمر، هو احد رموز المؤسسه العسكريه الثابته والاصيله والاساسيه بتاريخ ومستقبل لبنان. خليني افتح بس هلال بسيط وحيي الاستاذ رنو الفنان رنو، لانه عم بيمثلنا يعني كمان بمناسبة قدوم العميد روكوز فجر الجرود، واللي بتمثل يعني أمل للجيش وأمل لبنان كله. هيدا مسألة مهمة جدا. العميد روكوز أنا ما رح أحكي عن تاريخه معروف جدا، يعني رغم ما بيربطني من علاقة شخصية جدا في للعميد روكوز، انما الامل اليوم مثل ما عمنا نشوف الامل انه العميد روكوز ما تقاعد من الحياه العامه. الجيش صحيح هو خدمه الجيش، وكان هو من ركائز الجيش كقائد الفوج المغاوير باخر خدمته العسكريه، انما بعده مستمر بالحياه العامه والخدمه العامه للمجتمع. من هون انا يعني بس شفت واستمعت طبعا لطموحاته ولاماله للعميد روكوز اللي هي بتمثل طموحات غالبيه اللبنانيين، طموحات الكل. حط ايده ودل على المشاكل، على المعاناه اللي بيعانوها اللبنانيين. واليوم انه يوصل ناس اشخاص عندهم الرؤيه وعندهم الاراده وعندهم التصميم اللي نحن بنعرفها في مثل العميد روكوز على المجلس النيابي على الندوه النيابيه، هيدا مبعث اكيد بالنسبه للبنانيين كلهم، هذا مبعث سرور وامل لهم بالمستقبل. بس هيدا عم بيفتح سؤال بسيط بحب وجهه للعميد روكوز، وهو بيعرف كيف المشاعر تجاهه. نحن عنا امل كبير انه يوصل على الندوه النيابيه ويوصلوا اللي مثله للعميد روكوز على الندوه النيابيه. وهون السؤال، قديش عنده العميد روكوز امل استناداً لمعاناة اللبنانيين الكبرى ونظرتهم للندوة النيابية؟ للأسف أنه هاي الندوة اللي مفروض تمثل اللبنانيين ما نمثل للبنانيين، ما نمثل لملايين اللبنانيين، يمكن بتمثل مجموعات بسيطة، بتمثل فئات بسيطة، بتمثل إقطاعيات، بتمثل ناس تاريخياً موجودين. نحن
كشعب لبناني كعامة الشعب اللبناني ما بيشوفوا انه الندوة النيابية بتمثله الندوة الحالية. الامل كبير طبعا مثل ما حكينا، بس قديش بيشوف العميد روكوز انه عنده قدرة مثل ما هو هلأ شايف في الواقع السياسي في لبنان انه هالامال وهالطموحات اللي حملها واللي سمعناها هلأ انها تتحقق بالمستقبل. شكرا. يعني بكل الحالات اغلب الاشياء اللي حكيت عنها ممكن تكون، عم نحكي اول شيء دستوريا وحضرتك ربك الله سسعدي، ممكن تكون اقتراحات قوانين تتحول دغري على مجلس النواب ونفوت فيها. هلا التحدي الكبير انه قديش بدهم يعارضوها، هون الموضوع. ومن هيك كنت عم توجه الشباب انه هن قادرين يكونوا روح التغيير بهذا الموضوع، انه يقدروا يقلبوا المأسد، لانه في صراع طويل عريض. يعني الموضوع ما انه موضوع انه ماري هيك، كل الامور اللي عم تنطرح عم بتطالب فيها مصالح ناس. يعني وقت حكيت اقتصاديا، الركيزه الاقتصاديه بالنسبه للمستقبل راح تكون الغاز والنفط، وده الغاز والنفط راح يكون مجال للمخصصات بالبلد. التحدي الكبير انه كلنا سوا نوقع بوجه هذا الموضوع، ويكون الشباب اللبناني كله سوا واعي مسؤوليته بهالشغله، لانه مستقبلهم بشكل خاص بيقوم مع من الناحيه الاقتصاديه والاستثمارات على قضايا النفط والغاز. انا بالنسبه لي امور النفط والغاز مش مثل ما الناس بيتوهموا، ممكن تكون ضمانه استقرار بالبلد، بس نقدر نحافظ عليها ونستثمرها لمصلحه البلد والاجيال اللي جايه. الموضوع منه حكي هلا للانتخابات اللي جايه، موضوع للاجيال اللي جايه، كيف الاجيال اللي جايه بدها تقدر تشتغل تحافظ على الثروه وعلى القدرات المهمه كثير تقدر تخلق النقل النوعيه. في تحدي كبير، وتحدي كبير ممكن يكون برلماني، ممكن يكون شعبي كمان التحدي الكبير، لانه عم بتطال مستقبلهم بكل لحظه، وهيدي بدكم تكونوا واعيين لها مزبوط. في امكانيه كثير لنقله نوعيه بالاقتصاد اللبناني من ناحيه الاستثمارات ومن ناحيه الاستخراج النفط والغاز، وهون كل الناس فاتحه اذا بدكم صناديقها تقدر تشوف شو بتقدر تاخذ من الثروه النفطيه. بقى التحدي الكبير انه نواجه، يمكن ما يقدر يوصل على مجلس النواب كمية كبيرة من النواب بتواجه هذا الموضوع، بس بعتقد إذا في 10 نواب 15 نائب بيقدروا يقفوا مجلس النواب بيقدروا يخلقوا التغيير المطلوب بمساندة الشعب اللبناني وخاصة جيل الشباب اللي موجود هلأ. تفضلوا شباب. مساء الخير، هاني العياش. أنا عندي سؤالين، أول سؤال انطرح بس بدي أعلق على نقطة بالنسبة لجرود عرسال، معركة جرود عرسال، ما بتندم حضرتك ليه ما تدخلت وتخطيت القرار السياسي لتنقذ العسكريين؟ هيدا أول نقطة، هيدا أول سؤال. تاني سؤال، بما أنه حضرتك قريب من الطيار وإني هلأ عم بيطالبوا بالبواخر، شو تعليقك على موضوع الكهرباء؟ شكرا. بدك بلش بالبواخر ولا بالجرد؟ بالجرد. بدي اقول لك شغله عما يخص الضباط بشكل عام. الضابط مش معناته بيتلقى امر وانتهى الموضوع، الضابط عنده شيء اسمه مبادره، والضابط اللي ما عنده مبادره منه ضابط، منه قائد بالمعنى المضبوط. بقى ومش ضروري يتمرد، يعني في فرق بين المبادره والتمرد. المبادره انك تعمل كل الاشياء اللي ممكن تنعمل تتحفظ مهمتك وتنفذها بطريقه صحيحه. وبعتقد هون كان عنا بكل المجالات اللي اشتغلنا فيها كان عندي الشرف انه بادر، وعرسال بادرنا، لانه انا ما طلعت اول يوم، انا طلعت ثاني يوم من عشيه تبعتوني لفوق، يعني من بعد ما استشهدوا الضباط وسقطت المهنيه وانخطفوا العسكر طلعت لفوق. وبعتقد كان في شيء عمل على نيو تي في بعتقد من الجمعه الماضيه وحكوا عن هالموضوع، يعني وقت هيئه العلماء المسلمين. من اول ما وصلت يعني وصلوا معي دغري، من بعدي دغري هيئه العلماء المسلمين. بقى كان دوري بهالموضوع انه وقفهم تامنهم اذا بدك من ناحيه، لانه صاب حدا منهم، ومن ناحيه ثانيه تامن المنطقه كلها سوا. اخذنا تلال لازم تتاخذ، ويمكن ما في حدا منكم من المنطقه بس اكيد الضباط بيعرفوا انه جينا بقوه كبيره بكل هالجرود، من جرود راس بعلبك لجرود عرسال، وما طلع علينا قواس. يعني كان عندنا القدره الكافيه والقوه الكافيه وما حدا يقدر يقرب علينا. بس هذه الظروف ما فيك أكثر من هيك يعني تفوت بالموضوع، لأنه موضوع معركة له قيادة وله أسلحة وله معدات وبدك تشتغل بأمور تانية كتيرة. بس الأشياء اللي لازم تنعمل كان في مبادرات صحيحة وانعملت واتاخدت تلال.
وبتعرفوا انه من بعد 2014 انه ما عاد حدا جرب يقرب على الجيش او قوس على الجيش او هاجم مراكز الجيش، اكثر شيء عمليات ارهابيه حطوا عبوة او شيء. هيدي نتيجه التمركز الصحيح اللي صار، ما عاد قدروا يقربوا على النقطه الثانيه، نقطه البواخر والكهرباء. انا من الناس اللي بيقولوا بدنا كهرباء بلبنان، كيف الطريقه؟ هيدي الحكومه بتقرر كيف الطريقه. كهرباء كان بواخر ولا بغير بواخر، في شيء اسمه تفتيش مركزي، في شيء اسمه أجهزة رقابة بالدولة، في شيء اسمه العروضات وفض عروضات، كله ممكن ينشغل. هلأ بتكون تسمعوا كتير مزايدات انتخابية بزار فايدة، خاصة هذه المزايدات الانتخابية خلوها بعد نتائج الانتخابات، ونبقى نشوف كل واحد وين بده يوصل وشو بده يشتغل. بس إذا سألتني على البواخر، أنا لا معلق بباخرة ولا معلق بشريط ولا بماما، المهم توصل كهرباء لكل اللبنانيه باقل سعر ممكن وباكثر كرامه ممكنه للمواطنين اللبنانيين. مساء الخير، دانيال شهيب. حضره العميد، حضرتك جاي من مؤسسه عسكريه مجبوله بالوطنيه، بنفس الوقت كيف قادرين تتحالفوا مع منطقه الدويله؟ وشو رأيكم بقصة السلاح المتفلت بالبلد؟ وشغلتي سؤال تاني لو سمحت، قدي هو عبء عليك أو بحملك مسؤولية كونك صهر رئيس الجمهورية العماد بشير عون؟ ما مسؤولية مدامتي يعني ولا سياسية؟ تبلشتك بالأول، أنا عايش بدولة مش بدويلي. أنا بالنسبة لي لبنان كله سوا، لبنان مؤسساته بدولته بجيشه، هذا هي الدولة اللي أنا عايش فيها، ما نعيش بدولة ولا عندي خوف الدولة. هلأ رح جاوبك، أنا مش عم بهرب من الجواب. إذا عم تسألني عن حزب الله وسلاح حزب الله، لا أنت اللي بوضوح شو اللي بدك. أنا ضابط بالجيش، عشت عسكريتي لأقصى الحدود، يعني شيء طبيعي أنه نكون معلق بالجيش وبالمؤسسات الدولة لأقصى الحدود، أنه منا شغل جديد علي ولا ممكن نطلع منها ولا برضخ لأي شيء تاني غير مفهوم الدولة والمؤسسات. السلاح المتفلت أنه مفروض السلاح ينضبط، اللي كان سلاح المخيمات ولا سلاح كل السلاح المتفلت على مستوى البلد كله سوا. هلأ إذا عم تحكي لي أكيد مفروض المؤسسات الدولة الجيش خاصة يكون في حلول لضبطه. هلأ ضبطه مرحليا، يعني المخيمات لها مشاكلها وإلها اتفاقاتها وبدأ قرار سياسي. هذه قصة المخيمات بعتقد أنه في خطة للبحث بهذا الموضوع مستقبلا. عما يخص إذا بدك مواجهة الإرهاب، الجيش اللبناني بعتقد صار عنده القدرة الكافية وما بده حدا يساعده بهذا الموضوع، يحسم الأمور عم تداد البلد كله سوا، وأنا أكيد وعندي كل الثقة بقدرات الجيش اللبناني. إذا جيت تحكي على مستوى إسرائيل والتوازن، نحن توازن استراتيجي مع إسرائيل معنا، تنكون واضحين وصريحين وما حدا يتخبى بخلال إصبعه. وبرجع بقول لك أنا معلق بكل شيء بيقولوا بدلة عسكرية وجيش. بما أنه ما عندنا توازن استراتيجي، بدك تفتش على توازن تاني مرحلياً، هو توازن الرعب. توازن الرعب المتعلق من خلال الإدارات الموجودة عند المقاومة، اللي هي مفروض إذا بدك تكون عم تداد لبنان كله سوا، عم تداد الشعب اللبناني وقت يصير أي خطر على لبنان. بس أكيد تعاطي السلاح بالداخل هذه شغلة ممنوعة، ومن مهمات المؤسسة العسكرية بشكل خاص وأساسي، شغلة مقدسة. هلأ وقت المواجهة مع إسرائيل، كل الإدارات الوطنية مفروض تكون بالمواجهة ضد إسرائيل ضد الدولة الإسرائيلية كلها بشكل عام. بس الإرهاب وكل الأمور التانية قادر المؤسسة العسكرية لحالها تحسم الموضوع. كوني سهروا عبء؟ لا، ما تعتلهم من ناحية الموضوع. أنا بالنسبة لي الرئيس هلا مش عم تقرب لانه هو رئيس يعني، بس بالنسبه لي هو كان قائد بالجيش، قائد المؤسسه العسكريه، كانت علاقتي فيه من وقتها منه موضوع جديد. وهلا وصل رئيس جمهوريه، شو بنقدر نسانده لدعم مؤسسات الدوله؟ نحن رح نكون موجودين بهذا الموضوع. عبء علي ما بشكل عبء الا اللي بيحكوا عني انه صهر وهذا الموضوع، بس انا عندي انه بكل تواضع وفخر
عندي تاريخ بالمؤسسة العسكرية وكل تصرفاتي واللي بتسمعوا عم بحكي منطلق من قناعاتي ومن الاشياء اللي انا بآمن فيها، اللي كان بتاريخي ولا اللي كان بنظرتي لمستقبل البلد ومستقبل لبنان ومستقبل المؤسسات بلبنان. ما بيشكل علي ضغط ابدا الا التعاطي معه كشخص واحترامه وتقديره ومساندته. بتشكل علي عبء انه شو فينا نعمل اكثر تنساند العهد. اكيد مش موضوع الشخص، موضوع القيامة بالبلد كله سوا بشكل عام. يعطيك العافية سندريلا أبو سعدة. بما أنه حضرتك بموقع المسؤولية، كيف تقرأ التقرير الأخير اللي بيقول أنه لبنان احتل المركز الثالث عالمياً بالتلوث؟ شو الخطوات اللي لازم تتاخد؟ وعندي سؤال تاني، بما أنه المؤسسة العسكرية هي مستقلة، ليه بدها تتأثر بقرارات سياسية؟ Thank you. عم يخص البيئة، معك حق. يعني في هون تدمير بيئي بلبنان، اللي كان بجبالنا وشجرنا ومناطقنا، اللي كان على مستوى إذا بدك الصرف الصحي بالمناطق اللبنانية كلها سوا. يمكن أكثر منطقة فيها وضع الصرف الصحي متحسن المنطقة الموجودين فيها، هي منطقة الشوف أكثر من بقية المناطق اللبنانية. بتأمل هذه مفهوم الصرف الصحي يتعمم على كل المناطق اللبنانية، تصور بحرنا أنظف وميتنا أنظف وطبيعتنا أنظف. أكيد في مفهوم مشكلة النفايات، كمان مشكلة جديدة بتأمل أنه مستقبل أنه سريعا يقدروا يحلوا مشكلة النفايات. يعني كل أمور بتنحل، بس الاسترخاء الموجود بالدولة وبالمؤسسات وقلة المسؤولية الموجودة عند المسؤولين اللي موجودين بالمؤسسات، خاصة المسؤولين عن هالموضوع. الموضوع منه جديد، موضوع تراكمي، الأمور عم تجي كلها وراء بعضها بعد ما انخلق لحل. نتأمل أنه مستقبلا وبضغطكم وبجهودكم، خاصة أنتم كشباب ومن خلال مؤسسات غير حكومية ما أنا مؤسسات دولة، تقدروا تضغطوا أكثر وتساندوا أكثر بمفهوم نظافة البيئة بلبنان بشكل عام. السؤال الثاني اللي سألتيني إيه؟ شو في رابط بين المؤسسة العسكرية والسياسيين أو إذا بدك الحكومي بشكل عام؟ هو مرور وزارة الدفاع وتأثير القرار السياسي ومجلس الدفاع الأعلى على المؤسسة العسكرية من خلال الأوامر. بس كتنظيم المؤسسة العسكرية وتشكيلات المؤسسة العسكرية والتعاطي، أنا برأيي الشخصي هيدي حصرية بقائد الجيش والمجلس العسكري، ما لازم حدا يقدر يتعاطى فيها. الموضوع موضوع أشخاص، كيف يوضعوا حد للتدخل العسكري السياسي بالمؤسسة العسكرية، كله بيرجع للأشخاص. وأسوأ شيء إذا الأشخاص اللي بالمؤسسة بيكونوا هن عن يدخلوا السياسيين تيحضروا مستقبلهم السياسي من خلال المؤسسة العسكرية. هون التحدي الكبير أنه الأمور تكون فاصلة بالقيادات العسكرية بين الحياة السياسية ومسؤولياتنا العسكرية. شكرا لجامعة مابس بشخص رئيس الدكتور علامي على هذا اللقاء مع أحد الضباط القادة المميزين والشفافين والعصاميين في مؤسسة الجيش اللبناني العميد شامل روكوز. طبعا يعني بس يشوف واحد وضع البلد كيف هو، التجاذب السياسي والفساد المستشري، يشوف قديش الأعباء المستقبلية اللي حكيت عنها صعبة جدا، صعبة التحقيق. طبعا سؤال العميد روكوز عن موضوع إرسال وليش الجيش ما كفى، وجاوب على الجواب. وأنا بدي أكد على اللي قاله العميد روكوز أنه الجيش بموضوع إرسال كان قادر يحسم الموضوع بكل بساطة خلال 48 ساعة، ما بده أكثر من هيك، كان قادر يحسمه بكل بساطة. ولكن التجاذب السياسي والمشاكل السياسية بتوصل لهون. وما تنسوا بإرسال فجر الجرود شو صار فيه، ما فجر الجرود نفس القصة، انه الجيش خلال يومين ثلاثة كان خالص 80% من المهام تبعه، وكان باقي عليه 20%، وكان اكيد قادر يكفي هالمهمة بكل نجاح. ومهمة من هالنوع كان مفروض تنتهي بقتل التكفيريين والقاء القبض على من يلقى القبض عليه، وليس كفى انتهت كمان رجع كمان يعني اسيء التصرف وأسيء التفسير ودفع الجيش اللبناني الثمن مرة أخرى بفجر الجرود. فهيدا كمان انطلاقا من الفساد السياسي الحاصل في البلد. من هون عم يدركز أنا سؤالي،
انه بظل هذا التجاذب السياسي والفساد المستشري، وحضرتك طبعا مرشح عن كتلة معينة حاكمة في البلد اليوم، المشروع اللي طرحته مشروع إصلاحي ممتاز ونحن كلنا نطمح إلى تحقيقه. أنا بس سؤالي هون أنه في ظل هذا الفساد قديش عندك أمل أنه بكرة إذا بدك تطالب بهذه الإصلاحات، هل حتى الكتلة التي تنتمي إليها والتي هي كتلة حاكمة اليوم ستستطيع السير معك بهذه المطريب وتأمين تحقيقها؟ أنا برأيي مش تستطيع، واجباتها تمشي بهذه الإصلاحات. يعني الموضوع بده يبلش كله بالفساد، قصة الفساد منه مش شغلة بتقبع أبع، يعني مسار محاربة الفساد، مسار محاربة الفساد ببلش أول شيء إذا بدك بتكوين المؤسسات، بتركيبة المؤسسات. يعني مجرد ما يجي المواطن يفوت لعند موظف ويقعد عنده على الطاولة وكذا، بلشت موضوع الفساد هون من التواصل المباشر بين المواطن والموظف اللي هو فاسد أساساً أو عنده قابلية للفساد. يعني منطق الشباك المفتوح منا شغلة صعبة بالدولة، إنه كل دول العالم عاملة شباك مفتوح، بيجوا ناس بيحطوا معاملاتهم وما بيعرفوا بياخدوها بعد يومين بعد ثلاثة أيام. الأمور منا مستعصية هالقد، بس نحن عايشينها للآخر. هلا بعطيك عدة أمثال على هذا الموضوع. مبدأ الحكومة الإلكترونية، مبدأ اتطبق بالأمن العام من 15 سنة اتطبق بالأمن العام ومشي بالأمن، لا ما بيمشي بقية المؤسسات، انه في تجارب ونجحت التجارب. هاي التجارب انه ممكن نعممها اكتر واكتر ونشتغل فيها. بس تقول لي مصالح الموجودين بالدولة بالمؤسسات اللي موجودة انه ما بتناسبهم، بقول لك مزبوط، هون التحدي والمواجهة هي مع هودي الاشخاص بشكل عام. يعني انه موضوع الاصلاحات في امكانية تملش مع المواضيع وبهالعنوانين. يعني الفساد شغلة اساسية، تقل الكتلة تبعنا والتكتل انه ما بيمشي بهالموضوع، لا شو ضرره بالموضوع، انه ما عنا تجربة الفساد بهذا الجو السياسي تبعنا هلأ، لأنهم بالحكم عم بيطلع اخبار كتيرة. هو التحدي كيف يعرف واحد يظهر حاله بطريقة احسن من خلال عدة اذا بدك مشاريع او مناقصات او طروحات مطروحة اكتر واكتر. وبعتقد بقدر بقول لك او باخذ وعد على حالي انه راح يكون كثير واضح بهذه المواضيع مستقبلا، ونحكي الامور مثل ما لازم تنحكى. بالنتيجه نحن بنعرف بالمؤسسه العسكريه او بكل المؤسسات انه واحد وقت بده يطرح امور تقول جيش منيح بده نكون نحن اكثر شيء منضبطين واكثر شيء موجودين بالواجهه نعطي المثال الصالح. ان شاء الله بنكون مثل ما كنا عند حسن ظنك بالمؤسسة العسكرية، منكم بالحياة السياسية بذات الطريقة وبذات المسار. السؤال الأخير. بونجور أخ عميد، بدي أسألك بما أنه أدمين على الانتخابات النيابية، شو رأيك بالتوريث السياسي؟ شو إيجابياته وشو سلبياته على الحياة السياسية ببلدنا؟ والسؤال الثاني كمان بدي أسألك، ليش ما بتم تخفيض سن الاقتراع لل 18 سنة ليصير الشاب بهالبلد له كلمة، له حرية يعطي كلمته بمجتمعه السياسي؟ مرسي. شكرا. بس حسك فايت على الجيش بكرة. اخر سؤال تفضل. حضرة العميد، بالفترة العسكرية اللي حضرتك خدمت فيها بيخبرونا انه حضرتك كنت تتخذ مواقف صعبة، مين كان أصعب ناس واجهوكم؟ شكرا. أصعب ناس واجهوكم؟ أصعب ناس واجهوكم. راح بلش معك. أصعب ناس بالنتيجة وقت بيكون في قرار الأمور بتمشي أهين شيء. أصعب شيء عدم أخذ القرار، هون أصعب شيء بالموضوع. تحكيك بصراحة، وقت الواحد بيتلبك بشغلة وبينطر تاخد مبادرة حاسمة هو وقت ما بيكون في قرار، وهون التحدي الكبير. هلا المعارك كلها مثل بعضها، يمكن اصعب شيء نهر الباري، واذا بدك اكثر محل كنت مزروق حاسس فيه هو عبره، لانه كنت مجبور خلص بسرعه قبل ما توقف معركه عبره. هون الفرق بيناتهم، بس اكيد معركه نهر الباري معركه ضخمه بتاريخ الجيش اللبناني، بس عبره هي كنا مضغوطين نخلص بسرعه لانه كنت أكيد راح يوقفونا تاني يوم تما نكمل المهمة. تعبير
تكمل لك احاديثك رح بلش لك بالتوريث السياسي. تقول لك انا مني وريث اول شيء، لاني يمكن وارث مؤسسة عسكرية وفيت على جو سياسي ونقيت المنطقة اللي فيها انجح تجربتين عسكرية بالمؤسسات بلبنان اللي هي بعتبرها الشهابية والعونية، يعني بمعنى الرئيس الشهاب كان بالكسروان وجنرال عون كان نائب كسروان. بقى نقيت كسروان لهالسبب هذا انطلاقا من المؤسسة العسكرية وإيمانا بدعم هذه المنطقة لمفهوم المؤسسات والجيش. مني وريث سياسي بمعنى الورث السياسي، بقدر مني بقول لك متأثر بالجنرال عون كقائد وكرجل سياسي متأثر، بس مش معناتها انه تجوز البنت توصل على محل، مش هذا الموضوع ابدا. قبل الختام اول بدنا نشكر الفنان، يمكن اثرت سلبيا بمحلاتنا، بدنا نشكر الفنان برنار رنو وبدنا ندعيكم. بعد في معلي بارت من السؤال ما جاوب عليه العميد، يلي هو ليش ما بيخفضوا سن الاقتراع لعمر 18؟ انه بقدر حماسك لهالموضوع. تخفيض سن الاقتراع شغله وارده، يعني مطروحه، منا مطروحه، وممكن يكون في تعديلات قانونيه، يعني يطلع اقتراح قانون او شيء بعد الانتخابات النيابيه، بس شغله مطروحه وارده وما فيها شيء، ما فيها مشكلة أبدا. المشكلة هي كيف الطريقة اللي عم تنطرح، وكأنه إذا خفضت سن الاقتراع بيستفادوا المسلمين وإذا تركت سن الاقتراع بيستفادوا. هذه طرق الطرح طرق وسخة، ما في مشكلة بالموضوع. سن الاقتراع المنتخب هلأ بده ينتخب بعد سنة سنتين، يعني الطريقة اللي عم تنطرح فيها الأمور بالبلد طريقة استفزازية لمفهوم الوحدة الوطنية. ما في مشكلة أبدا بسن الاقتراع 18 سنة، بالعكس بيكون الشاب وصبيه وعيين، وانا مع هذا الموضوع ما في مشكله. اذا وصلت جنرال على الندوه البرلمانيه، ان شاء الله رح توصل، مش اذا وصلت، بمحبه الناس اكيد، شو اول مشروع قانون بتطرحه؟ انا بالنسبه لي اهم مشروع اقتراح قانون هو اللامركزيه الاداريه الموسعه والاصلاح القضائي. قبل الختام نتمنى بعد تسليم الدروع وامضاء الفنان برنار رنو على اللوحه التوجه بعد لافتتاح معرض الصور بقاعه شهداء الجيش اللي بتمثل المعارك الاخيره للجيش اللبناني. تحيه للجيش اللبناني.
حضرة العميد بعد الدروع التقديرية للعميد روكوز والأستاذ برنار والإعلامية سمر أبو خليل من دكتور حاتم، في مفاجأة كمان من الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم والشبكة الوطنية للرعاية لأستاذ للعميد شامل روكوز من بكيفة، من شاب اسمه وسام فياض حب يرسمك بصورة بتمثل موقعك بقائد فوج المغاوير. يا حارس هيبة جبلنا من العدو.